استضافت دولة الكويت للمرة الأولى دورة كأس الخليج العربي الثالثة عام 1974، وأقيمت مبارياتها آنذاك على استاد نادي الكويت، ولم يتغير الفريق آنذاك عن نفس اللاعبين والذين حققوا دورة كأس الخليج الثانية في السعودية عام 1972، ودخل للمرة الأولى على التشكيلة فتحي كميل والمغفور له بإذن الله تعالى عبد الله العيسى، ثم استضافتها للمرة الثانية عام 2003 مع مدرب جديد وهو كاربيجاني الذي كان مدربا يملك فكرا تدريبيا عاليا. لكن هذه البطولة أي خليجي 16 كانت نهايته كمدرب للأزرق، حيث قدم اللاعبون بروح إنزامية وبغياب الروح أسوأ مستوى للكرة الكويتية على ممر دورات كأس الخليج، ليحتل الفريق المركز قبل الأخير، حتى أنه تعرض في آخر مبارياته لخسارة ثقيلة من المنتخب البحريني بأربعة أهداف للا شيء. خلال الدورة برز نجم جديد خالد عبد القدوس الذي كان مشروع لاعب جيد، ولكن زملائه كانوا في أسوأ مستوى، ومن خلال خليجي 16 دون اسمه واستطاع أن يسجل هدفا جميلا في مرمى المنتخب السعودي. حول هذا الهدف وقصته سيكون حديثه في حلقة اليوم. تبقى دورة كأس الخليج 16 اللي بالكويت كانت 2003 محطة مهمة بحياتي، كونها أول بطولة خليجية أشارك فيها. يعني بداية البطولة في ظروف مرت علي أنا كلاعب، مدرب كان جديد كاربيجاني، كنت أقاتل صراحة أني أنا أخذ فرصتي وأكون لاعب أساسي. طبعاً البداية كانت من قبل خليجي 16 بتصفيات كأس آسيا، كنت لاعب بديل، يمكن المباراة الأولى كانت ضد المنتخب القطري بملعبنا هنا، بعدين رحنا ملعبهم، أنا ما شاركت المباراة الأولى، رحنا ملعب المباراة الثانية، فكان في ترسيمة قطر هناك، وكنت لاعب فريق الاحتياط، وتوفقت بالترسيمة ولعبت وايد زين. فشوف بين الشوطين جاسم الهويج عبد الله أبران اجتمع مع المدرب يعني بالملعب، فالمدرب شفته قال لي خالد بدل، تبدلت مع علي الشمالي، بدلنا الزديري مع التدريب وحطه مع الفريق الأساسي، والحمد لله توفقت يعني بالمباراة، وصنعت جول وسويت فاول على 18، جاولنا جول منه بعد، ومن يومها أنا استمريت لاعب أساسي مع كاربيجاني. صراحة لله فضل يعني كبير علي يعني بالفترة يعني فترة كأس الخليج في التصفيات هذه سنة 2003. يمكن شوي كان في يعني كنت أنا مشوش شوي، لأن كان يحب يلعب لي مراكز وايد، يعني يمكن كأس الخليج بالذات هذا لعب ارتكاز، لعب تحت المهاجمين، لعبت باك يمين باك يسار، مراكز وايد، هذا شوي تأثر على اللاعب. طبعا هي زينة حق المدرب يعني يستانس انه يكون عنده لاعب يلعب اكثر من مركز يقدر يغير فيه وين ما الوقت اللي يحتاجه يغير فيه، بس انا بالنسبة لي كانت تضرني شوي السالفة هذه. لو بتكلم عن يعني مباراة السعودية وقولي على السعودية اللي الناس تحبه والناس الحين تذكره، وكل ما تشوفني يقول احنا مناسين قولك على السعودية الكعب اللي انا ما فرحت فيه، يعني يمكن سبحان الله قبل المباراة بيوم يعني ليلة المباراة معي انا بالغرفة يوسف اليوحة، فكنت قاعد اقول له امسح قبل المباراة، طبعا دائما قبل المباراة الواحد لما قبل الله ينام يشتغل شريط المباراة باكر شنو راح يصير، إذا قولت وإذا صنعت وش الحركة كذا، يعني كل اللاعبين يعني الشريط هذا يشتغل عندنا. فقلت حق يوسف باكر ودي أقول جول، بس يعني ما يكون جول عادي، يعني كذي ودي أقول جول يعني كذي تشب يعني إسقاط حركة بري الجول كذي، يعني جول حلو كذي. فقاعد يقول لي إن شاء الله يعني إن شاء الله باكر تقول.
قولت انا بس تمنيت ان الظروف تكون احسن من هذه، خصوصا احنا داشين المباراه وعندنا ضغط كبير، يعني تعادل مع منتخب العماني اول مباراه، خسارتنا منتخب الاماراتي، يمكن فزنا على منتخب اليمن، وعندنا مباراه السعوديه، السعوديه لازم نفوز عشان احنا ننافس، يعني تعادلنا وخسارتنا احنا برا يعني برا البطوله راح نكون. يمكن سجلت جول بدقيقه 43 بالشوط الثاني، بوقتها يمكن حتى اللي يشوف التصوير الكاميرا على وجهي كلش ما كنت مستانس، بس اني اذكر انا كنت اقول لهم يبوا الكره يبوا الكره، يعني على اساس انه يمكن يكون في وقت ان نقول جول ثاني. ما فرحت كلش بالجول وقتها، يمكن استانست انا بالجول عقب ما خلصت البطوله، يعني قعدت اشوف قلت الله والله يعني جول حلو، يعني يمكن مضيعها انا بالفتره هذه بالوقت هذا بالكعب شيء، يمكن الجمهور قال لاعب مستهتر وشلون ما حطها عدل وشلون، بس الحمد لله توفقت فيها. يعني يمكن حتى الكابتن سمير سعيد الله يرحمه بعد المباراه، طبعا انا بكيت ورا المباراه بارضيه الملعب، كابتن سمير سعيد لمني وفي صورة حتى تجمعني معاه الله يرحمه، فكان قاعد يواسيني، يعني قاعد يقول لي أنت ليش 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 زعلان؟ يعني أنا قلت له زعلان لأنه خلاص يعني إحنا طلعنا من البطولة، يعني خلاص خسرنا، يعني كان يقول لي يعني في لاعبين كبار يعني وأحسن منك وأكبر منك ما يقدروا يحطون جول كذي ملعب متروس وجول كعب على السعودية وبكل برود أعصاب، أنت بطل، يعني ارفع راسك خليك مستانس، وأنت ما قصرت وأديت وايد زين يعني بالبطولة، بس طبعا ما كان يهمني أداء الشخص كثر ما كان يهمني يعني أداء الفريق ككل. يعني طبعا الجول وقتها كان ضربه ركنيه حركها يمكن حق بدر مطوع، وبدر عرضها، يمكن لاعبين السعوديه يمكن رفعوا يدهم على اساس انه اوف سايد، بس ما كان اوف سايد، قطعت القائم الاول وحطيتها، توفقت فيها وحطيتها بالكعب. يعني بس يعني برغم ان كثير من النقاد يعني تكلموا وقالوا الجول من من من, من اجمل الاهداف، يعني من الاجمل بكاس الخليج، الا يعني الا كانت بطوله يعني مخيبه للامال، خصوصا لجماهير الكويت، كنا البطوله كانت على ارضنا، فريق ترأس المجموعه وتصدر المجموعه بتصفيات كاس اسيا ودخلنا البطوله، فكنا داخلين البطوله يعني كاننا ماخذينها قبل لا نلعب، الفريق كان عناصره شابه، يمكن الضغط النفسي واثر علينا، ما عرفنا صراحه يعني نتعامل مع ضغط الجماهير. يمكن انا اتوقع يعني حسب رايي المتواضع الشخصي، يمكن لو كانت البطوله هذه بذاك الوقت برا الكويت يمكن حقق النتيجه افضل، لان ما كان راح يكون في علينا ضغط كثر ما كان الضغط بالكويت. يعني يمكن وقت المباراة، حتى وقت المباراة هذه فوق الضغوطات اللي صارت فوق هذا وقت المباراة، أنا كانت عندي مشكلة، عندي يعني قبل المباراة عندي ولد عمي بعد وقتها كان تعرض لحادث ودش المستشفى، وبالي يعني فوق المباراة فوق هذا، فبالي كان هم ولد عمي المستشفى، كنت ناطر أخلص علشان أنا بروح أشوف، يعني ما كنت أقدر أطلع وقتها يعني، بس الحمد لله قام بالسلامة وتوفقت سجلت جول، بس البطوله للاسف يعني تمنيتها تكون افضل لتاريخي انا. يعني تحدثت اليوم عن اجمل اهدافي في برنامج قصه هدف. محمد نور ايضا طلع، الله جول جول جول، لا يمكن جول، وعلى السكيتي جول.
البردي والهوا دول لمنتخب الكويت للاعب الشاب خالد عبد القدوس. خالد عبد القدوس التبديل لم يكن الحقيقة التبديل لصالح المنتخب السعودي، وبالتالي هدف في خطوة وبأفصاد خطف هدف في خطوة المنتخب. شوف المطوع والمطوع إلى عبد القدوس، خالد عبد القدوس الذي يسجل أول أهداف الكويت في مرمى اليمن، يسجل أول أهداف لمنتخب الكويت في مرمى السعودية كعبا هدافا، هدف قوي.